اخي شو حاصل هون بالغوطة؟ والله يعني هون بالغوطة يعني الوضع كتير كئيب جدا، عرفت شلون؟ ما في طيران وصواريخ وتفجير ورعب للمدنية، والعالم لا ما عاد تاكل لا ما عاد تشرب ولا في خبز ولا في شيء، واسعار كلها غالية من السكر للخبز لكلياته، يعني الوضع كتير مأساوي كتير كتير بالغوطة. على بقولوا في الشام بصير وضع مأساوي، هون عنا بالعكس وضع مأساوي أكثر منه، بقولوا نحن هون إرهابية هن إرهابية أكثر منا، عرفت علي شلون؟ يا أخي الوضع هون إن شاء الله الله يفرج عنا وعن أم السيدة محمد. في قصف علينا هون وفي براميل وفي في مشكل هون وفي إن شاء الله هيك الله يفرج على العباد إن شاء الله، وفي في في يعني في طيران وفي قصائف في كل شيء يعني. شو حاسينهم بالغوطة؟ والله كل الناس مترابطة إيديها خوف، كل الناس مترابطة إيديها وخوف إن شاء الله. شو مطلبكم؟ مطلبنا الأمان، إنه إن شاء الله هيك يفوتونا مساعدات والأمان، يفتحوا لنا الطرقات من الله من الله تعالى. أخي شو عم يصير عندكم هون بالغوطة؟ والله جميع أنواع الطيران، وكمان نشاهد الآن يعني طيارة ما عم تفارق السما لا بالليل ولا بالنهار، 24 ساعة براميل متفجرة وجميع أنواع الأسلحة. كل الدول عم تأمر علينا، نسأل الله العظيم أن يفرج عن أهل الغوطة. طيب شو حاسين هم بالغوطة أنتم؟ والله حاسين بكل شيء، قلة مواد طبية وقلة مواد غذاء، ما في عنا شيء أبداً. شو عم يصير هم بالغوطة؟ والله شوفت عينك قصف بالطيران، مروحيات، براميل، دبابات، ما خلوا شيء ما ضربوا علينا. وعالم إلى 48 ساعة بالأقبية قاعدة لا شغلة ولا عملة، بقلب الأقبية لا أكل، لا حد عم يصلون شيء، لا عم يصلون مي، لا في كهرباء، ما في شيء، البلد طلعت عن الخدمة كلها. شو حاسين هون بالغوطة؟ لك خوف، خوف والله خوف، مخوفين، الزلم كلها خايفة بالأقبية قاعدة. قلة جوع وما في شيء. شو مطلبكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في طلب.